فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين كل آذانين صلاة، يقول هل هذا معناه أن هناك صلاة للأذان؟ وأين تكون؟ هل يشرع أن تكون في المسجد أم في البيت؟ بين كل آذانين يعني بين الأذان والإقامة صلاة نافلة، صلاة نافلة. إن كان الفريضة لها نافلة قبلها مثل الظهر صليها، إن لم يكن لها نافلة تصلي بين الأذان والإقامة نافلة مطلقة ليست راتبة. نعم.